سالي فؤاد، يعني احنا حوار هيلسي من الاخر الحوار ده. يلا بينا يلا بينا. عايزين نتكلم عن مبدئيا ازاي تبقي شيف ماهرة جدا وفي نفس الوقت دكتورة، انك تخسيسي الستات وانك تحافظي على توازنهم وجسمهم، بتعملي المعادلة دي ازاي؟ الحقيقة هي تجربة شخصية، ان انا عانيت زمان من ان انا كنت ازيد في الوزن، فكل حاجة جربتها بنفسي، قريت وجربت على نفسي، ختمتها بدراسة ان انا بقيت خبير التغذية، فبوصل ده بسهولة للناس، ان انا عن تجربة بوصل كل الخطوات بسهولة للناس. فكرة دايما كل دكاترة الرجيم بيقولوا مفيش حاجة ثابتة ممكن يخس عليها اي حد، بس انت حطيتي قواعد ثابتة للناس عشان تمشي عليها، شايفه فين فعاليه ده ايه ومدى نجاحه مع الستات كمان وتفاعلهم معاكي؟ لا الحمد لله ناجحه جدا، لان هي لايف ستايل مش نظام رجيم معين، هو لايف ستايل بيساعد على ان كل ست تقدر تخس، كل ست تبقى في صحه احسن، المناعه تزيد، العظم يبقى اقوى، كل حاجه احسن الحمد لله. انت طبعا من المدافعات عن الرشاقه، بس مستحيل يبقى اعتقد حوارك فكره ان هم التخان ميتين وكان الجزء اللي اتقال واللغه دي، انت بشكل عام شايفه ان ده ممكن يبقى حوار محفز لاي ست انها تخس؟ انا شايفه ان طبعا في ناس اوبيز بيبقى غصب عنهم، لان بيبقى حاله صحيه مثلا، عندهم حاله صحيه او حاجه، بس هو كل حاجه ليها علاج، يعني لو فعلا كل شخص اهتم ان هو يشوف مشكلته فين ويعالجها هيقدر يخس ان شاء الله. طيب احنا عايزين نتكلم، كنت من نجوم سي بي سي سفره ومن المؤسسين ليها، وبعد كده رحنا فود، عايز اعرف التغيير اللي حصل ده سببه تشالنج. اكيد لاحظت ان البرنامج كان ليه شكل في سفرة وبقى ليه شكل اكبر كتير جدا في بانوراما، فبي ان سي ادتني الفرصة ان انا اكبر من البرنامج جدا، يبقى مساحته فيها حاجات كتير بقدمها مش بس مساحة طبخ. بشكل عام تقييمك لقناة بانوراما كمان، وشايفة مدى نجاحها في خلال الوقت القصير كمان اللي هي ظهرت فيه، اعتقد حوالي سنتين او تقريبا لسه ما كملناش سنتين، بس الحمد لله التطور عالي جدا جدا بكل شفاتها والإدارة، كل حاجة كل حاجة بتكمل بعضيها وإلى الأمام إن شاء الله. كبرامج وكقنوات طبخ أعتقد اليوتيوب أسرع، يعني الست ممكن تبقى قاعدة على اليوتيوب هتطلع الوصفة في ثانية، غير أنها تقعد تتفرج على حلقة، فبرضو هنا ده تحدي تاني، فأنا عايز أعرف بتوصلوا له إزاي، بتحلوا أزمتها إزاي الحكاية؟ طبعا انتشار قنوات طبخ على اليوتيوب ومشاهداتها العالية، يعني ان انا بقدم الاثنين دي ودي. ايوه بالظبط، عندي قناه يوتيوب بتاعتي وبقدم فيها حاجات اسرع. حلو جدا. عايزين نعرف بقى اهم النصايح كمان اللي انت هتقدميها النهارده للستات والرجاله، عشان برضو الكرش مضايقني شويه. عايزين نصايح. هو العيانه جايه تدلع واتكرم النهارده، بس هاخد بريك النهارده، مفيش اي حاجه النهارده. يعني لو حابين طبعا اقول نصايح اكيد هقول، بس النهارده انا جايه اتكرم. من تكريمك طبعا نتكلم عن التكريم النهارده، برده فاشن كبير وحفل كبير واكتر من فاشن ديزاينر موجود، شايفه الايفنت ازاي وتكريمك النهارده؟ انا مبسوطه جدا في ايفنت زي دوت، ومتحمسه ان انا اشوف كل اللي موجود. ان شاء الله. بتحبي تتابعي الموضه عموما؟ اكيد طبعا، كلنا بنتابع، كل ست لازم تتابع، وخصوصا برج الميزان. شكرا جدا يا سالي ونورتينا. ميرسي قوي. شكرا.